صار بيها لحد ما جربت هالوصفة اللذيذة وصارت إدمان. أول شيء راح أسلق 4 حبات من البطاطا، قطعتها حجم متوسط بالماء والملح 10 دقائق. هسه راح أضيف قطعة من الزبدة وأضيف عليها القليل من زيت الزيتون وأقلبها بشكل بعيد عن النار حتى ما تحترق الزبدة. هسه راح أضيف بصلة مقطعة ناعم جدا والقليل من الفلفل الأخضر وثلاث ملاعق من معجون الطماطم. أضيف عليها البهار الموجود قدامكم وأتركها دقائق. من بعدها راح أضيف مكعبات البطاطا المسلوقة، أقلبها دقائق حتى تمتص النكهات. هسه راح أضيف عليها 2 كوب من جبنة الموزاريلا والقليل من الفلفل الحار اللي يحب الأكل السبايسي. أتركها على نار هادية وأغطيها، وهاي راح تكون النتيجة لطعم دمار، لازم تجرب.